هذا وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس عددا من المشروعات ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ. وتضمنت المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي خلال فعالية إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة مجالات إنتاجية متنوعة لتغطية الطلب المحلي والتصدير إلى الخارج، بما يعزز من الاقتصاد القومي. مصرية ألمانية ما بين شركة أولاد فريد حسنين وشركة الوايلر الألمانية، إحدى شركات مجموعة سيركور الأمريكية. اسمع لي فخامتك، أتكلم على الشراكة مع إبدأ.